اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء، صف السادس الاعدادي. ومثل ما عودناكم احنا راح نشرح القطع الخارجيه وشلون تجي بالامتحان وشلون طريقتها. واليوم وصلنا الى 2014 الدور الثاني. فعليا او مثل ما علمناكم فهمناكم يا بابا انه اول مره لازم تجي يكون الاسئله قبل ما تبلش، نجي نشيك الاسئله. فنجي هنا أنا. هنا يقول why little girl go to the shop، لماذا الفتاة الصغيرة ذهبت إلى المحل؟ إذا عندنا هنا الفتاة الصغيرة ذهبت إلى المحل، أوكي. What Mr. Kamal advised the girl after giving her cigarettes؟ ماذا مستر كمال advice، أخذنا كلمة advice الموجودة بالفصل الثاني اللي هي النصيحة، girl الفتاة إعطائها السجائر، بما نصحها؟ خشوف طحش عليهن واحدة واحدة ونشوف شنو القصة. What was the reason، ما هو السبب؟ The girl الفتاة wasn't afraid of police، لماذا لم تكن الفتاة أو ما هو السبب الذي جعل الفتاة غير خائفة من الشرطة؟ What was Mr. Kamal؟ هذا مستر كمال شنو هو؟ شو اشتغل؟ من يقول what ويعطينا عاقل معناها يسأل عن وظيفته أو شخصيته أو شنو هو هذا بالضبط. هنا عندنا سؤال يجاوب عليه بيس أو نو، يقول did، هل؟ زين أستاذ هنا ليش ما قلت عليها هل؟ هنا عندنا أداة استفهام، هنا ما عندنا أداة استفهام، فنقول هل مستر كمال آست، سأل، أو نعم سأل الفتاة هوم سيجارت ويفور، لمن هذه السيجار؟ مستر كمال سألها هاي لمن السيجار لو لا؟ زين استاذي هنا جاوب جواب كامل، لا هو قال لك هل سألها أو ما سألها، نعم إذا الجواب راح يكون يس أو نو، بس راح نشوف. والسؤال المعتاد give suitable title to the passage. فنجي هسه نقرا القطعه ونفتهمها ونشوف هذا اللي حكيناه مرتبط بيها لو لا. Smoking التدخين considered يعتبر to be dangerous خطر to the health للصحه. اوكي. It is especially وخاصة it is especially difficult for children، وصورة خاصة للأطفال. Our tobacconist بائع التبن، أكو شخص يبيع التبن، آسف التبغ قلت التبن التبغ اللي هو مستر كمال has always been careful، وهو دائما حذر about this من هذا الأمر. يعني مستر كمال من فتح هذا المحل لبيع السجائر كان حذر جدا. If his customers، إذا كان الزبائن young شباب، he always asked them whom the cigarettes are for. إذا كان وش اسمه، إذا كان الأطفال اللي يجون يشترون أطفال يسألهم هاي السجائر لمن؟ راح تقول أستاذ إيه هو هذا الجواب؟ لا مو هو هذا الجواب، هو خلينا نشوف هو سألها لو ما سألها. One day في أحد الأيام A little girl فتاة صغيرة walked baldy مشت baldy يعني بثقل يعني شلون ممشى ثقيل into the shop إلى المحل and demanded وطلبت 20 cigarette 20 سيجارة مو 20 باكيت 20 سيجارة. He had the exact amount وفي تلك اللحظة بالذات العفو exact amount المبلغ من المال in her hand في يدها and seemed وبدت very sure of herself واثقة من نفسها. جاب الفلوس مع 20 جيجارة وطتها وأخذت يعني واثقة من نفسها. مستر كمال إيش بيه؟ was so surprised كان متفاجئا جدا by her confident بثقتها confident manner that he forget وهو نسي asked
his usual question أن يسأل سؤاله المعتاد. يعني تعجب بيها فما سألها، انبهر. إذا هنا قبل شوي سولفنا إذا الجواب راح يكون نو. Instead بدلا من ذلك he asked her سألها what kind ما نوع cigarette السجائر she wanted التي طلبتها. The girl الفتاة replied أجابت promptly and handed him money أجابته بثقة أو أجابته بصورة مباشرة وسلمته الأموال. While he was giving her a cigarette بينما كان يعطيها السجائر مستر كمال said قال lovingly بصورة مضحكة she was so young إنها كانت صغيرة جدا she should hide وهي يجب أن تخبئ باكيت الباكيت in her pocket في جيبها. In case في حالة بوليس الشرطي سويت رآه. However على أي حال the little girl didn't seem to find this very funny. الفتاة نوعت له قالت له شو هذا شو يعني قاعد تنكد انت ابوي. Without smiling بدون أن تضحك she took the pocket she took the pocket and the packet and walked toward the door. هي أخذت السجائر بجيبها وطلعت برا. Suddenly فجأة she stopped and looked steadily هي وقفت ونظرت at Mr. Kamal and declare وقالت my dad is a policeman أبي شرطي. And with that she looks and with that she walked quickly out of the shop. يعني قالها يا بدير باي ضم هاي الجقاير خاف الشرطة شوفي شافتها هزت فيها أخذت الباكيت وطلعت وقعدت لقيت ترى أنا أبوي شرطي يا عيني. فنجي هسه Why did little girl go to the shop? لماذا الفتاة ذهبت إلى المحل؟ الجواب راح يكون هنا مستر كمان always if the girl walked about the shop demanded 20 cigarettes. طيب ليش؟ لأنها طلبت 20 سيجارة. بس هنا ما راح نكتب demanded لازم تقول she wanted to buy. She wanted to buy 20 cigarettes. هذا راح يكون الجواب. ثانيا What did Mr. Kamal advise the little girl after giving her the cigarette? لماذا نصحها بعد أن أخذت السجائر؟ Hi. She should hide the bucket in her pocket in case the policeman saw it. وراها. What did Mr. Kamal What is the reason that the girl wasn't afraid of the police? لماذا لم تكن الفتاة تخاف من الشرطة؟ أيضا الجواب هذا يقول قالت my dad is a policeman أبوي هو شرطي فراح نكتب because her dad was a policeman. What was Mr. Kamal? هذا مستر كمال شنو هو؟ مستر كمال كان هسه قلنا عليها تو باكونست يعني هو الشخص الذي يبيع التبغ Did Mr. Kamal asked هل مستر كمال سأل الفتاة
لمن هذه السجائر؟ لا، جواب نو. اعطي عنوان. يبقى انا اسوي عنوان، انا اسوي عنوان. عنوان هنا انا نشوف شنو القطع الاساسيه، ويتفضل من القطع من الاجوبه اللي احنا اخذناها. يعني مثلا اريد اكتب الجواب توباكونست، هذه صح، ماكو اشكال. مثلا سيجارت، وين راح توصف ماي سيجارت؟ وين راح سيجارت؟ سيجارت. ذا ليتل جيرل، الفتاة الصغيرة. أي شرطة لها علاقة بالقطعة يعتبر جواب صحيح. على عموم طلابنا